الثور لديه تغيرات جيدة على مستوى العقارات والميراث، ممكن أن يحصل على ميراث وممكن أن يحرك عقارات معينة، وممكن أن يستفيد على الجانب المهني بشكل جيد وإيجابي. إضافة إلى هذا، تتوطد علاقته بالشريك بالأخص في الربع الأخير من العام. الفترة المناسبة بالنسبة إلى مولد برج الثور على مستوى النشاط ستكون في شهر أيار ماي، أما على الجانب العاطفي ففي شهر حزيران يونيو ونوفمبر. على جانب المهنة، أفضل شهر له تموز يوليو. انشجع على السفر في أول أسبوع من شهر أبريل نيسان وآخر أسبوعين من شهر أيار ماي والنصف الثاني من شهر يناير، ونحذر من السفر في آخر أسبوعين من شهر أكتوبر وأول أسبوع من شهر نوفمبر، ونحذر من الاندفاع في حالات الغضب في شهر ديسمبر.